عليه وسلم اجتمعوا لينهلوا من معين سيرته الذي لا ينضب، ويتبعوا سننه شبرا بشبر وذراعا بذراع، ليكون الختام مسك، ختام المؤتمر 35 للسيرة النبوية ومؤتمر هيئة علماء المسلمين، مؤتمر جمع العلماء والفقهاء ليتدارسوا القيم الأخلاقية في السيرة النبوية وأثرها في نشر الإسلام في العالم. إن موضوع المؤتمر يستجم من حيث المقاصد والأهداف مع التوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية الذي يحرص كل الحرص على إعمال هذه القيم وما تعمل على تجسيده الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول، وكما قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في خطابه الافتتاحي، إن علينا أن ننهل من معين تلك القيم النبوية الراقية التي نحتاج إشاعتها والتركيز عليها في المناهج التربوية وفي منابر المساجد وفي التكوينات الإدارية وفي مسارح الثقافة والفن، تمشيا مع توجه فخامة رئيس الجمهورية الذي قال في تعهداته بالحرف الواحد: إن الدفاع عن شريعتنا القراء وقيمها السمحة الحق التي يطمعها التسامح سيبقى المبدأ المحرك الذي يوجه مجمل نشاطي، ولن أقبل أي انتهاك لهذه القيم، كما سأرفض في الوقت ذاته أي تضييف منحرف لديننا الذي يشكل العروة الوثقى الضامنة لوحدتنا الوطنية. انتهى الاستشهاد. مشاركة واسعة وفقرات مختلفة ومحاضرات كانت حبلى بالثناء على خير خلق الله لتكون جزءا من فعاليات هذا المؤتمر الذي جعل الرحالة تشد إلى بلادنا كل عام. أنتهز هذه الفرصة بعد الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة المتواصلة على حبيبه صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة متواصلة إلى يوم الدين، صلاة تبقى ببقاء الله وتدوم بدوام الله، صلاة لا منتهى دون علم الله، صلاة ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى الله بها عنا جميعا. أنتهز هذه الفرصة ليتقدم باسم معاني الشكر والتقدير مع الدعاء عن دار غيب بالصحة والعافية والتوفيق والتمكين إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي رعى رعاية سامية هذا المؤتمر، والذي أصدر توجيهاته المباركة في كل ما يتعلق بما يتعلق بهذا المؤتمر، وذلك دوبه في كل ما يتعلق برفع شأن هذا الدين بخدمة عباد الله وبإعلاء كلمة الله في أرض الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ فخامة رئيس الجمهورية ويسدد خطاه ويوفقه ويؤيده بالبطانة الصالحة. كما أسجل هنا من هذا المنبر شكري الخاص ودعائي لحضور السيدة الأولى حرم فخامة رئيس الجمهورية السيدة مريم بنت محمد فاضل التي حضرت معنا الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، ولذلك دلالته الكبيرة في نفوسنا لنكون جميعا ونعي جميعا اهتمام بلدنا بأسره بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. 3 أيام عاش فيها المؤتمرون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بينهم. وفي الختام تلي البيان الختامي للمؤتمر الذي خرج بتوصيات يتمنى الجميع تجسيدها واقعا معاشا وأن تكون رافعة للمؤتمرات القادمة. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة جمعت العالم الإسلامي تحت السماء واكشوط المظلل بسيرة صاحب الخلق العظيم. محمد عمر بلول، الموريتانية، نواكشوط.